السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلتنا في جنوب إسبانيا إقليم الأندلس لا زالت مستمرة، ونحن الآن إن شاء الله قد غادرنا مدينة إشبيلية، المدينة الضخمة، منذ حوالي ساعة، ومتجهون إلى بعض المدن والقرى الصغيرة. كما ترون هنا الطبيعة خلابة، جبال مزروعة بأشجار الزيتون التي تشتهر بها منطقة الأندلس عموما جنوب إسباني. والمعلوم أيضا أن مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط يكثر فيها زراعة الزيتون، أشجار الزيتون وصناعة زيت الزيتون، وإن بشكل متفاوت. إن شاء الله ما زلنا في الرحلة وما زالت يعني مستمرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمتعوا معنا في هذه الرحلة، و يعني تستفيدون منها إن شاء الله بكل من جميع النواحي. صعود بعد التلال في هذا الطريق إلى اكتشاف المجهول، طرق إسبانيا، والوقت هو منتصف النهار الظهيرة، ولازلنا متابعين مستمرين مغامرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المغامرة. محدثكم دائما زكريا الصالح يتمنى أن تكونوا أن تستمتعوا معنا في هذه الأوقات. نحن الآن صعود في أحد الجبال كما قلت، تصادفنا أحيانا بعض الطرق عفوا بعض الجبال المكسوة بأشجار الزيتون وبعض الأشجار الأخرى، وما زلنا مستمرين. السفر يا إخوان الله متعة للروح، متعة ما بعده متعة لا يستلذ بها إلا من عاشها. سبحان الله، السفر يجدد النشاط، يجدد الحيوية في جسم الإنسان وفي عقله وفي تفكيره. الهواء هنا أحبتي في الله والله روعة روعة، الرائحة طيبة. سبحان الله، يعني الجبال هنا وهذه التلال وهذه يعني الغابات هنا رائحتها مميزة، تختلف كثيرا. ربما بعض الناس قد سبق له أن زار أوروبا ويسمع مثلا النمسا، سويسرا، ما أعرف، ربما السويد، النرويج، يقول الغابات هناك جميلة، الجو كذا كذا. والله سبحان الله، تلك الغابات فيها حتى ولو كانت يعني كالأدغال، وفيها نوع من يعني الخضرة المبالغ فيها، تجد الخضرة في كل مكان، لكن سبحان الله ترى فيها كآبة يعني وظلمة، عكس يعني الغابات هنا في إسبانيا. سبحان الله، وكأنها تقول يعني أن نور الإسلام لا زال يشع هنا في هذه الأرجاء. سبحان الله، سبحان الله، فرق كبير كبير جدا. أنا زرت يعني ألمانيا، وزرت جزء من سويسرا، وزرت يعني فرنسا كذلك. سبحان الله، الكآبة حتى المزروعات وكذا تجد فيها نوع من الكآبة، عكس يعني الأجواء هنا سبحان الله. ولكن أظن الله أعلم أن للشمس دور الأساسي والمهم في إعطاء هذا الانطباع الذي يعني استنتجته الآن من هذه يعني الجبال. سبحان الله، أتمنى التوفيق لكل مجتهد للسفر وكل مغامر، ولكل من له رغبة في أن ينطلق في هذه الحياة لكي يعني يسافر ويرى الدنيا ويرى البلدان والجبال والتلال والوديان ومختلف ما حب الله الطبيعة به من سائر النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى علينا في هذه الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع. مزيد من المعلومات فقط أحبتي في الله، ليس بالضرورة يعني أن يكون لديك مبلغ كبير من المال أو ميزانية ضخمة حتى تستطيع السفر. فقط الشكل الأساسي للسفر هو من سيحكم عليك ويحكم على ميزانيتك. إذا كنت ممن يحبون أن يعني أن ينام في فنادق 5 نجوم أو 4 نجوم ويرتاح ويعني ويعني يسافر ببطء وليس يعني بعجالة كما أفعل أن أنتقل أنا من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان، فذاك ربما سيكلفك الكثير، لأنك ربما تحتاج إلى الأكل في أوقات الأكل، ربما تحتاج إلى التنقل في المدن، وهو يكلف مترو، باص، وما إلى ذلك.
أنا اخترت نوع من السفر اللي هو يعني أحمل معي بعض المعدات. لازلنا في طريقنا إلى مدينة أولبيرا، أولبيرا الصغيرة، مدينة سنزورها بعد قليل إن شاء الله. لازلنا صعودا ونزولا بين هذه التلال الموصلة إلى تلك المدينة، في الطريق الرابطة ما بين مدينة إشبيلية ومدينة أولبيرا. سأكتبها إن شاء الله في الديسكريبشن إن شاء الله كما يقال، وفي عنوان الفلوج إن شاء الله، إن وفق الله سبحانه وتعالى. انظروا أحبتي في الله، ما شاء الله هناك جبال يعني مزروعة بأشجار الزيتون. ربما الله أعلم، أظن أن إسبانيا أكبر يعني مصدر ومنتج للزيتون في العالم، من بين إن لم تكن الأولى فهي من بين الثلاثة الأول في العالم، بعد ربما إيطاليا اليونان وإسبانيا، من بين الأوائل في العالم. والمعلومة فقط، هم بعد تقريبا أصبح الإسبان الآن يجددون هذه الأشجار على يعني بشكل دوري، حيث أنهم يزرعون نوع من الأشجار، من أشجار الزيتون يسمى أربيكينا. هذا النوع لا يدوم يعني محصوله إلى مدة 20 سنة فقط، يعني محصوله 20 سنة، ثم بعد ذلك يعني يغيرون هذه الأشجار ويزرعون أشجارا أخرى جديدة. سبحان الله، كيف أشجار يعني المغرب، وعكس يعني مثلا أشجار المغرب وتونس وفلسطين التي قد تجد فيها بعض الأشجار وقد عمرت لمدة 800 أو 600 سنة. يعني سبحان الله، الآن صارت الأمور كلها تجارية، فصار الناس يعني يستعجلون يعني الحصاد ولا يصبرون على الأشجار لمدة طويلة، لأن الأشجار القديمة من المعلوم يعني، ويعني ولصحيح لي المعلومة أصحاب الاختصاص في هذا المجال، مجال يعني الزراعة، معلومة أن أشجار زيتون عاما تعطي يعني محصولا جيدا، وعاما آخر يكون محصول ضعيف بعض أنواع الأشجار أظن. المهم، نعود إلى موضوع طريقنا إن شاء الله. نحن ما زلنا في هذا الطريق متواصلين، يعني مواصلين السير الحديث إن شاء الله لكي نصل إلى وجهتنا ونستغل يومنا أحسن استغلال. في الطريق إلى قرية أخرى من قرى الأندلس وبين المنعرجات الجبلية، لا زلنا في اتجاه المجهول لاكتشاف بعض القرى التي توجد بين هذه التلال الجميلة. السياقة هنا طبعا يجب الإنسان يكون فيها على مستوى كبير من الحذر، لأن الطريق ضيق نوعا ما بين الجبال. الوقت يعني تقريبا الساعة تشير إلى 5 مساء، لكن ما زالت الشمس يعني ساطعة للغاية، لأننا في نهاية الصيف ولا زال اليوم طويل نوعا ما. سنحاول الوصول إلى قرية جميلة ستكتشفونها معنا بعد قليل. طريق ريفي جميل بعيد عن مدينة روندا تقريبا 20 كيلومتر. نستمتع بهذه المشاهد الجبلية الجميلة، أشجار النبات أو ثمرة أو اعتبروها ما شئتم، القسطر أو الكستناء كما تسمى باللغة العربية، هي هذه لا تزال لم تنضج بعد. نلاحظ أنها ما زالت يعني خضراء اللون. هذه هي جبال الأندلس كما تشاهدون معنا، جبال جميلة تحتوي على العديد من الأشجار وتنوع طبيعي جميل. أنصح جميع من أتى إلى المدن الكبرى إلى الأندلس أن لا يفوت فرصة زيارة القرى، وأن يتحلى ببعض الشجاعة والجرأة لكي يقوم بجولة. لكن قبل أن يقوم بجولة يجب عليه أن يخطط بشكل جيد ويسأل أهل العلم في هذا المجال
أي أماكن التي تصلح للزيارة، وهل يعني يستطيع الإنسان أن يقوم بزيارة مجموعة من الأماكن في وقت محدد؟ لأن السرعة التي تسير بها السيارة في هذه الأماكن هي سرعة يعني طبعا قليلة، لذلك يجب على الإنسان أن يختار الوقت المناسب لزيارة مثل هذه الأماكن، ألا وهو وقت الصيف، حيث تكون يعني الشمس مشرقة لبعض لساعات طويلة. ثم وصلنا بحول الله وقوته، هذه هي مفاجأتي، قرية تبعد عن مدينة